طرحنا لجانب تونس يكون هناك شراكة في الاستمطار والتمطير بتحويل تكنولوجيا في الطقس. الحمد لله وقعنا التعاون والشراكة بين الوزارة الفلاحية التونسية والمسؤول عن مصادر مائية في اندونيسيا، وإن شاء الله في آخر هذا العام بين سبتمبر نوفمبر الفريق الاندونيسي سيأتي بهدى تونس على تحويل تكنولوجيا في طقس. باش نفسروها للمستمعين سعادة السفير، هي الاستمطار تقنية تكنولوجية معمول بها في اندونيسيا وفي العديد من بلدان العالم، على اعتبار انها يقع تلقيح السحاب لاستخراج يعني لهطول الامطار اصطناعيا بشكل اصطناعي، ونشوفوا فيها في مناطق الخليج بكثرة تعتمد. والحاجة الباهية اللي باش توقع معناها في الاتفاق هذايا حسب ما تبعت سعادة السفير انه باش تصير مباشرة تحت السدود، يعني ما فماش خوف من الفيضانات أو ما خاطر سمعنا مؤخرا يعني فما جدل أن نكونوش كما بلدان، بعض البلدان اللي عملت التلقيح هذا وتقنية الاستمطار لكن للأسف يعني صار لها فيضانات وما إلى ذلك ولم تحصل فائدة الحصول على مياه لإنقاذ الموسم الفلاحي وما إلى ذلك. بالعكس ممكن أنت تزيد تضيف لنا اللي هي وقع التقنية الاتفاق بشأنها أنها تكون مباشرة، التلقيح يكون مباشرة فوق السدود الموجودة على كامل تراب الجمهور. إحنا في زمن الأمطار عملنا تحويل السحاب إلى البحر. إلى البحر أي. حتى لا تكون هناك أمطار. لكن في الصيف في زمن الجفاء إحنا حولنا السحاب إلى السدود. هذا حدث في أندونيسيا الحمد لله. ونجحت العملية. نجحت العمل برشا. وإن شاء الله هذه التكنولوجيا سهلة ورخيصة زادة، وسنعمل تحويل السحاب إلى سدود في تونس. ممتاز. مثلا سدود بني مطير، سدود في زغوان كما أعرف يعني. في جندوبة. في جندوبة هذه التكنولوجيا الجديدة، لأن تونس في حاجة إلى الماء برشا. أكيد. نحن نعيش سنوات جفاف. للفلاح. للفلاحيين، وبالتالي إن شاء الله سنبدأ من شهر قولوا المودفين في جاكرتا، سبتمبر أو نوفمبر. سبتمبر نوفمبر يعني نوفمبر. في خريف السنة هذه، معناه آخر السنة في الخريف إن شاء الله نشوفوا التقنية هذه، نشوفوا فريق من أندونيسيا يتحول إلى تونس. إن شاء الله أنا شفته في تونس برسة سحاب. إن شاء الله. معناها برسة ماء يعني موجودة. سنعمل هذه السحاب لا يمشي إلى يعني خارج تونس. كل سحابة تمر على الأراضي الزراعية يزمنا نزرعوها. يزمنا نستخرجوا منها. إن شاء الله سيكونوا كما في أندونيسيا نجحنا نوعا ما في السيادة الغذائية، ونتمنى في تونس زادة، لأن تونس بلد خضراء في زغان، في شمال غربي، في جندوبة وفي أندرهم. أنا مشيت إلى كل هذه الأنحاء الخضراء الجميلة، وبالتالي يعني بهذه التكنولوجيا الجديدة الاستمطار والتمطير سينتفع بها الفلاحون والتونس ككل.